باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. ليعطي الرب كلمة عند انفتاح الفم بإرشاد الروح القدس لنسمع ماذا يريد أن يقوله لنا الروح القدس في هذا المساء المبارك. يعطينا أذانا صاغية وقلوب مفتوحة لسماع كلمته حتى نتهيأ بهذه الكلمة لتنطلق أرواحنا وقلوبنا إلى ما أعد لنا من مجد سماوي، ويعطينا أن نحيا مستعدين ومشتاقين لهذا المجد. نحقق قول الرب يسوع له المجد: طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونهم. أمين. نواصل أيها الأحباء لقاءتنا مع قانون الإيمان اللي وضعه لينا آباء مجمع نيقيا. وقبل أن نبدأ في الجزء الخاص بلاهوت السيد المسيح، وصلنا إلى أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. لقاءنا اليوم مع مجيء السيد المسيح الثاني له المجد. كما احنا متعودين ان احنا بنقرأ جزء من الكتاب المقدس ما يشير الى هذا الجزء في قانون الايمان. نقرأ من انجيل معلمنا متى البشير اصحاح 24، وده بنقول عنه علامات المجيء الثاني. ومن العدد 29 وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت، فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصى السماوات إلى أقصائها. والمجد لله دائما أبديا أمين. وصلنا أيها الأحباء الأسبوع الماضي إلى بركات الصعود. قبل أن أبدأ في موضوع النهاردة، أحب أننا أشير إلى شاهد من الآيات اللي احنا تكلمنا عنه المرة اللي فات، اللي كانت على أساس احنا تكلمنا عن بركات الصعود. قلنا جلس عن يمين الآب أو جلس عن يمين أبيه بتعني المجد، بتعني الإكرام، بتعني العظمة، وأيضا بتعني اليمين، تعني النعم والبركات. عشان كده احنا أخذنا بعديها بركات الصعود. الكلام ده مذكور في مزمور 16 وعدد 11. الناس اللي متابعين معانا وبيكتبوا مزمور 16 وعدد 11 يقول كده: في يمينك نعم إلى الأبد. في يمينك نعم إلى الأبد، يعني كل النعم والبركات اللي احنا بنعيش بيها الآن واللي هي منتظرانا في السماء كلها من خلال شخص الرب يسوع له المجد، كلها مدخرة في شخص الرب يسوع. وده اللي قال عنه أيضا معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل أفسس أصحاح 1 وعدد 3: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. فين؟ في المسيح يسوع. مبارك الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. ودي كلها من خلال مين؟ من خلال رب المجد يسوع. عشان كده لما بنقول جلس عن يمين أبيه، أي بيرفع قلوبنا إلى المكان المعد لينا، وبالتالي إلى هذه البركات المنتظرانة واللي احنا بنعيش بيها أيضا على الأرض. ده الجزء الأول اللي حبيت إن أنا أشير إليه من المرة اللي فات. لكن جاء سؤال، يعني
خاص بالموضوع بتاع المرة اللي فات، واسمحوا لي ان انا ابدأ بيه قبل ما ادخل في مجده. طبعا موضوع شوية يمكن ما بيكونش واضح للبعض. احنا قلنا ان السيد المسيح صعد بجسده. انهي جسد؟ الجسد القائم من الاموات، الجسد اللي دخل الى العلية وهي مغلقة او مغلقة، الجسد اللي صعد الى السماوات بهذا المجد، جسد نوراني. طيب في سؤال او انطرح سؤال، يا ترى المسيح لما انصعد بجسده اللي قام بيه من الاموات، هل سيظل المسيح بهذا الجسد الى الابد في السماء؟ يعني يا ترى احنا لما هنطلع السماء هنشوف ايه؟ هنشوف الله الاب بلاهوته، وطبعا لاهوته لا يرى، ولا هنشوف المسيح الله المتجسد؟ وحنشوفه بانهي جسد؟ ويا ترى هل حيكون بهذا الجسد ولا حيكون بانهي صوره؟ إجابة بسيطة على هذا السؤال، وأشكر صاحب السؤال اللي سأل هذا السؤال، إن السيد المسيح لما انصعد بجسده ما كانش شيء مخفى عن التلاميذ، ولكن كان شيء جهرا قدام التلاميذ. وبالتالي يوم ما دخل إلى السماء بهذا الجسد ليعلن لينا أن هذا الجسد من هذه الطبيعة البشرية بغير خطية، وبالتالي هو الآن في السماء بهذا الجسد النوراني اللي قدمه ذبيحة وفداء لينا لكي ما يعطينا الفداء، وأيضا لكي ما يكون شفيع لينا في السماء. لأنه مين زي ما احنا هنشوف بعد شوية، مين اللي حيديننا؟ المسيح هو اللي حيديننا. مين اللي بيشفع فينا أو مين اللي بيشفع لينا؟ هو المسيح المحاملين زي ما اتكلمنا المرة اللي فات في بركات الصعود. عشان كده بنقول في القداس الإلهي أصعدت بكورتي إلى السماء في القداس الإغريغوري. الأمر المهم اللي احنا نخلي بالنا ليهم انه المسيح وهو في الجسد ده لم يحصر اللاهوت. خلوا بالكم معي، معليش حتة لاهوتية شوية لكن محتاجين ان احنا نفهمها مع بعض ببساطة. احنا قلنا اللاهوت حل في العذراء مريم، واخذ السيد المسيح الجسد بتاعه من العذراء مريم، واتحد اللاهوت بالناسوت. مين اللي كان ظاهر قدام البشر؟ المسيح بالجسد. هل هذا الجسد حصر اللاهوت؟ يعني الجسد محدود، لكن هل اللاهوت انحصر؟ هل اللاهوت كان محدود في هذا الجسد؟ بنقول لا، المسيح موجود في كل مكان، وهذا الجسد لم يحصر اللاهوت. أمال إيه؟ التعبير الدقيق نقول إن هذا الجسد أخفى اللاهوت، لأنه لا يستطيع أحد أن يرى الله وإيه ويعيش. لكن عشان يورينا إنه هذا الجسد متحد بهذا اللاهوت، لما جاء على جبل التجلي حصل إيه؟ ظهر بهاء المسيح، ظهر اتغيرت هيئة منظره، صارت ثيابه كالثلج. ده كان ايه؟ شيء نسبي بسيط من المجد بتاعه بتاع اللاهوت اللي يستطيع التلاميذ ان يحتملوه. لذلك لما جاء ظهر معاه موسى وإيليا، ايه اللي حصل للتلاميذ؟ صار خوف، إن كلهم ما قدروش إنه يشوفوا هذا المنظر. جاء بطرس قال له إيه؟ جيد يا رب أن نكون ها هنا لنصنع ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة. عايزين نغطي المجد ده شوية، عايزين نغطي المنظر ده شوية. جاء جيد أن نكون ها هنا، كان جزء من المجد بتاع اللاهوت اللي هو الجسد إيه؟ مخفي جواه، لكن الجسد هذا الجسد لم يحصر اللاهوت. عشان كده لما هنطلع السماء بنعمة المسيح، زي ما قال يوحنا الرائي، وصف مين؟ وصف المسيح
الحمل المذبوح وهو جالس على ايه؟ وهو جالس على العرش. عشان كده بنشوف المسيح، وقال عنه معلمنا بولس الرسول: وسنراه ايه؟ كما هو. سنراه كما هو، أي سنرى رب المجد يسوع بهذا الجسد الممجد اللي صعد به إلى السماوات. إذن المسيح سيظل بجسده الممجد إلى في السماء إلى الأبد، ولكن في نفس الوقت هذا الجسد لا يمكن أن يحصر اللاهوت اللي موجود أيضا هو في كل مكان. وبالتالي هذه الصورة عن هذا البهاء اللي ذكروا لنا يوحنا الرائي في سفر الرؤيا، ذكروا أيضا شافوا دانيال وشافوا حزقيال، لما نشوفه في سفر دانيال أصحاح 9 وسفر حزقيال. إذن ندرك أن إحنا المسيح الآن موجود بجسده النوراني، الجسد الروحاني في السماء، وكل أرواح الأبرار الآن يتمتعون بهذا، يعني أقول يتمتعون بهذا المجد. أي نعم لسه ما دخلوش إلى الملكوت، لكن يروا شايفين ومتمتعين بهذه الحضرة الإلهية. ده ما أردت أن أوضحه وأرد على السؤال بتاع هل صعد المسيح بجسده، وبالتالي هل سيظل بجسده إلى الأبد؟ نعم هو يظل بجسده اللي هو يحمل كل هذا البهاء السماوي. ندخل إلى موضوعنا أحبائي، وهو: وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. تعالوا مع بعض، هو موضوع كبير، موضوع المجيء الثاني ده من المواضيع الكبيرة اللي مش ممكن عظة أو عظات تحده، لكن احنا بقدر الامكان زي ما احنا متعودين احنا بناخد المعاني الروحية وما بندخلش في المعاني اللاهوتية العميقة، لان القصد هو ليس تفسير، ولكن القصد هو التأمل الروحي من خلال هذه الكلمات. زي ما سمعنا في إنجيل معلمنا متى البشير أصحاح 24: حينئذ تصهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. ونفس الآية قال عنها معلمنا متى البشير في أصحاح 16 عدد 27: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. سيد المسيح يا أحبائي ما تكلمش كثير عن إيه اللي هيحصل لنا في المستقبل، ولكن اتكلم عن حدث هام هو هدف حياة كل إنسان وانتظار كل إنسان في نهاية رحلته على الأرض. إيه اللي منتظر الإنسان؟ إنه يعرف مصيره فين، إنه يعرف مكانه فين. عشان كده سيد المسيح له المجد كلمنا عن هذا المصير، كلمنا عن مجيئه الثاني، كلمنا عن أمر محتم ولابد أنه حيحصل، وأعطانا ليه علامات كثيرة يأتي في مجده. وعشان كده مهما كانت حياة الإنسان على الأرض من أتعاب، من ضيقات، من مشاكل، ما يتشغلوش عن هذا الحدث اللي رب المجد يسوع تكلم عنه، وهو ظهوره ليعطي كل إنسان بحسب عمله. الكتاب المقدس يا أحبائي شهد لينا عن مجيء رب المجد يسوع. العهد القديم اتكلم لينا عن مجيئه الأول، والعهد الجديد ذكر لينا المسيح عن مجيئه الثاني. في نبوات في العهد القديم أيضا عن مجيئه الثاني. لو حبينا إن احنا نشوف بعض الآيات في كولوسي أصحاح 5 وعدد 10: لأنه لابد أننا جميعا نصهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد ما حسب ما صنع خيرا أم شرا،
وفي كولوسي 3:4 متى أسهر المسيح حياتنا فحينئذ تسهرون أنتم أيضا معه في المجد. كل اللي احنا عايزين نشوفه النهاردة مجدك ده يا رب، مجدك ده بالتأكيد ما احتفظتش بيه لنفسك، من محبته طلب من الآب في يوحنا في صلاة الشفاعية يوحنا 17 ويقول لنا كده، وليكون الجميع واحد كما إنك أنت أيها الآب 17:21 كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك ليكونهم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني، وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما إننا نحن واحد. أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. حب عظيم، حب جليل من رب المجد يسوع أن يأتي ليقيم الإنسان من الهاوية، ولكي ما يعيد الإنسان مش بس يعيد إلى مكانه بل أيضا ليكون معه في هذا المجد. عشان كده لو حبينا نشوف العهد القديم اتكلم عن في الأنبياء عن ميلاده في بيت لحم، اتكلم عن هروبه إلى أرض مصر، اتكلم عن شفاء ومعجزاته للمرضى وإقامة الأموات، اتكلم عن خاصته شعبه اللي حياجي وحيرفضوه، اتكلم عن تسليمه للموت، واتكلم عن صلبه، واتكلم عن قيامته، اتكلم عن الصعود، واتكلم عن الحياة الأبدية. كل ده يا أحبائي بنلاقيه من خلال الكتاب المقدس، ولكن ما أوسع الاختلاف ما بين المجيء الأول وما بين المجيء الثاني. ناس كثيرة بتخاف من عظات المجيء الثاني، وناس كثيرة بتتحاشى أنها تسمع عن المجيء الثاني، وكل اللي بنحب نسمعه المجيء الأول. ليه؟ لأن المجيء الأول جاء من أجل إيه؟ من أجل خلاصنا نحن البشر، إنما المجيء الثاني يأتي في من أجل إيه؟ دينونة. أنا هحط 4 مقارنات ما بين المجيء الأول وما بين المجيء الثاني، ليس للخوف، لأنه هنشوف مع بعض إنه المجيء الثاني ده فيه أخبار سارة، فيه بشرة عظيمة يا أحبائي، مش هو مخوف، مش مخوف بالنسبة للبعيدين، إنما بالنسبة لأولاد الله ده فيه خبر سار هنسمعه بعد شوية. المجيء الأول كان شعب قليل جدا، الجيل اللي كان موجود في وقت السيد المسيح هو اللي تعرف عليه. المجيء الثاني يقول عنه الكتاب المقدس فسوف تراه إيه؟ كل عين، سوف تراه كل عين. كل شخص هيتعرف على السيد المسيح له المجد، حينئذ تسهر علامة ابن الإنسان، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض كل العالم ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء. المقارنة الثانية، المجيء الأول كان أهين وتشتم وتزل وتصلب، في المجيء الثاني كل ركبة سوف تسجد ليه. المجيء الأول جاء كفقير ليس له أين يسند رأسه، حتى في ميلاده لم يجد له أي مكان إلا في مزود بقر. في مجيء الثاني يأتي ملك، ملك الملوك ورب الأرباب. في مجيء الأول كان جموع بسيطة اللي تبعته، خاصته كانت 12 تلميذ والسبعين
ويدوب الخمسمية أو الناس اللي آمنوا بيهم. في مجيء الثاني يقول عنه كده أجناد الملائكة يأتي فين؟ يبصرون ابن الإنسان يأتي في مجد أبيه مع ملائكته القديسين. إذن منظر عجيب، منظر رهيب ناتي فيه في القداس، في القداس وعند القداس كده، ونقول كده إيه، نقول إيه، لا نقول إيه في القداس الإلهي، لا لا الحتة بعد التقديس، بعد ما نقول نبشرك نباركك نخدمك، في فيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامتي من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب، وإيه وظهوره الثاني الآتي من السماوات. حاجتين، المخوف، وعشان كده لما بنسمع الكلمة دي علينا إن إحنا بنعمل إيه، بنحني أنفسنا، بنقول له يا رب كده إيه، كرحمتك وليس كخطايانا. كل ما نسمع هذه الكلمة، لأنه يليق بيك يا رب كل الإكرام، أنت الذي تليق لك كل المهابة، أنت الذي يليق لك يا رب كل المجد. عشان كده نكمل ونقول كده إيه، المخوف وإيه والمملوء مجدا. فيها تحذير وفيها بشرى سارة. فيها تحذير للبعيدين وللي مش عايزين، وفيها بشرى سارة لإيه، للمنتظرين والقريبين منه. عشان كده لما بناجي الحتة دي، منتظرين ظهوره الثاني المخوف المملوء مجدا، علينا أحبائي إن احنا فعلا نسمع الشماس بعد كده يقولوا كده إيه، اسجدوا لله بإيه، بخوف ورعدة. الأمر مخوف، ما فيش واحد يستطيع أن ينكر هذا الأمر، لكن في نفس الوقت إيه، الأمر هو شهوة قلب كل أولاد الله المنتظرين هذا اليوم. يوم ما خلق الله الإنسان أعطاه حرية اختيار، وفي تشبيه كده يحطوا بعض الآباء عن حياة الإنسان على الأرض وحياته في السماء. على الأرض إزاي نعيش، في ناس بتعيش إزاي وفي ناس بتعيش بأنهي صورة. الآباء، واحد من الآباء حط تشبيه كده حلو، لعلنا إحنا عندنا أولاد ما بين المدارس وما بين الجامعات، قال كده في فرق ما بين المدرسة وما بين الجامعة. في المدارس نلاقي إنه في التزام، الطالب غير مسموح له إنه يغيب إلا لأمر ضروري وبإذن. الطالب مش مسموح له إنه يترك المدرسة، الطالب ملتزم إنه يوجد في المواعيد اللي وضعتها المدرسة، الطالب ملزم إنه يتمم كل الواجبات بتاعت المدرسة، الطالب ملزم إنه يجلس للامتحان بتاع المدرسة. التزام، جدية، حرص، عشان في النهاية يكون ليه المجموع اللي يدخله للجامعة. طب تعال يدخل الجامعة، ما فيش حضور وغياب، الطالب ياجي على كيفه، عايز يحضر المحاضرة هيحضر، مش عايز يحضر المحاضرة مش هيحضر، مفيش واحد بحاسبه جيت ولا ما جيتش. طبعا ده هناك في بلادنا، في البلاد هنا لا، في نوع من الـ يعني الاتندنس، الحضور يعني بين الحين والآخر. ليه الحضور دي من ناحية ايه؟ من ناحية تسليم الشغل بتاعك، من فبالتالي اذا ما سلم هيعرفوا ان الشخص دي ما كانش بيحضر. في الجامعة ما فيش حاجة توري انه الانسان دي كان ملتزم الا في الاخر لما يدخل الامتحان، ده اذا دخل الامتحان
ممكن يجي في الآخر ويقول إيه، أنا مش عايز أخش امتحان، ماليش رغبة إن أنا أخش امتحان، أأجل السنة دي. إنما إذا دخل الامتحان والنتيجة بتاعت الامتحان هي اللي هتوري إذا كان الإنسان ده كان جاد ولا لا، صح؟ ده المدرسة، فرق ما بين المدرسة وما بين الجامعة، هي دي حياتنا على الأرض. بس بالعكس، إزاي؟ الله خلقنا زي كأنه إحنا في الجامعة، كل إنسان عنده حرية الاختيار. هأنذا قد وضعت أمامك طريق الموت، طريق الحياة وطريق الموت، طريق البركة وطريق اللعنة، طريق الخير وطريق الشر. ويقول له كده إيه؟ فاختر طريق الحياة لكي تحيا أنت ونسلك فيما بعد، وإلا إيه؟ فإني أشهد عليكم السماء أنكم لا محالة تهلكون. كلام ده مذكور فين يا أحبائي؟ سفر التثنية أصحاح 30. إحنا كأننا في جامعة، حرية الاختيار لكل إنسان، عايز يعيش مع ربنا، عايز يختار طريق الحياة خير وبركة، مش عايز يختار براحته. في إنسان يلتزم وفي إنسان غير ملتزم، في إنسان جاد في حياته كأنه في مدرسة، في إنسان لا براحته وقت ما هو عايز. النتيجة في الآخر هتظهر إمتى؟ مش عايز أقول المثل اللي بيقولوه الناس، يوم الامتحان يكرم المرأة أو يهان، لا، أنا هقول إن يوم الامتحان هو يوم مجيء الثاني. إحنا هنكون إزاي؟ هل هنكون مستعدين؟ هل هنكون ملتزمين؟ هل هنكون جادين؟ أم إحنا هنكون نايمين؟ عشان كده الكتاب المقدس يقول لنا كده إيه؟ قم أيها النائم، واستيقظ أيها النائم، وقم من بين الأموات ليضيء لك المسيح. هو ده الفرق يا أحبائي ما بين حياتنا على الأرض اللي هي ما فيهاش المسيح وما عندناش اشتياق ان احنا نعيش للمسيح، وحياة أولاد الله اللي عايشين للمسيح ومنتظرين مجيئه الثاني. عشان كده لما نسمع الكلمة ومنتظر ننتظر ظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا، كل إنسان يقول له كده إيه؟ يا رب اجعلني مستعد، إن أكون مستعد لهذا اليوم ومنتظر مجيئك الثاني، عشان يكون إيه؟ المخوف والمملوء مجدا. من هنا يا أحبائي أصبح اشتياقات آبائنا القديسين، بل أقول الكنيسة كلها، ملهاش شغل وملهاش هدف في حياتها غير يا رب إن إحنا إيه؟ زي ما بنقول في الترنيمة، منتظرينك بحسب وعودك، قلت أمين حاجي، أمين تعالى أيها الرب يسوع. لو حبينا ندخل إلى تأمل آخر في خصوص مجيء الثاني بتاع المجد ده أحبائي، كلمة المجيء الثاني وردت في الكتاب المقدس، معليش هدخل فيها بتفصيل شوية كدراسة. وردت طبعا، احنا عارفين انه الكتاب العهد الجديد اتكتب كله باللغة اليونانية، فكلمة المجيء الثاني اتكتبت بثلاثة لغات، او اسف مش ثلاثة لغات، ثلاثة كلمات. كلمة الاولى والثلاثة يعني المجيء الثاني، بس كل واحدة ليها معنى خاص بهذه الكلمة. ذكرت كلمة بروسية، كلمة بروسية معناها انه حيظهر بشخصه، بالانجليزي بتقول كده presence of someone in person، يعني لما ذكرت في هذا الموضع اتكلمت عنه انه عايز توصل لينا انه المسيح هيجي بشخصه مش منظر خيالي. عشان كده الكتاب المقدس لما قال كده ويبصرون ابن الإنسان آتيا، هو حقيقة جاي بشخصه. الكلمة دي وردت في الكتاب المقدس في العهد الجديد
بكلمة باروسية، وده طبعا محتاجة مننا ان احنا نرجع للغة اليونانية ويكون عندنا دراسة باللغة اليونانية، لكن اللي يفتش في المصادر يلاقي ان وردت هذه الكلمة 27 مرة بهذه الكلمة، كلمة باروسية، آسف 24 مرة، 17 مرة كانت خاصة بالسيد المسيح في مجيئه الثاني. لما نعدد الآيات، ومش هدخل في الآيات أين ذكرت، لكن عايز أقول 17 مرة ذكرت، مرة واحدة عن معلمنا، 6 مرات آسف عن معلمنا بولس الرسول وعن استفانوس. فاكرين معلمنا بولس الرسول لما قال في رسالته لأهل تسالونيكي، لما عندما أجيء مرة ثانية لأراكم، ذكرت بكلمة مجيء الثاني، دي ذكرت بكلمة باروسية، وذكرت كلمة باروسية مرة واحدة. عارفين عند مين؟ مين تاني حيسهر؟ مين تاني حياجي تاني؟ المسيح الدجال، برافو. في تسالونيكي الثانية أصحاح 2 لما يتكلم عن ضد المسيح، برضو لما نذكر أنه حياجي مش في مجيئه الثاني ولكن حيسهر، هو فعلا حياجي كشخص وحيسهر، بس إيه؟ ضد المسيح، ويقول عنه الكتاب المقدس ويصهر نفسه إيه؟ كإله في هيكل الله. ده أول معنى كلمة باروسية، ما تهوش مني في الدراسة، ولكن حابب إن إحنا نفهم هذه المعاني. يبقى إذن أول معنى أن المسيح حقيقة حياجي بشخصه. المعنى الثاني أو الكلمة الثانية اللي اتكتبت بيها، اتكتبت بكلمة إبيفانيا، برضو تعني المجيء الثاني. فاكرين عيد الإبيفاني اللي هو عيد الغطاس، عيد الظهور الإلهي اللي هو بنقول الآب والابن والروح القدس، الآب من السماء ينادي هذا هو ابن الحبيب، الابن في المعمود في النهر الأردن، الروح القدس بشكل حمامة. الكلمة دي زي كأنه نجم مخفي ما بنشوفوش أثناء النهار، لكن يجي أثناء الليل إيه؟ ويسهر هذا النجم. إحنا كمان المسيح جاء في فترة من الفترات وإحنا ما شفناهوش، لكن حيسهر مرة تانية في مجيئه الثاني زي النجم، واللي قال عنه الكتاب المقدس نجم الصبح، واللي هو يسهر لكل إنسان. ودي الكلمة الثانية اللي هو كلمة إبيفانيا، ودي ذكرت 6 مرات بهذه الكلمة وبهذا المعنى. عشان لا أطيل عليكم، لأنه شايف الناس كده ابتدت تسرح شوية واجع وظاهر على الوجوه بتاعتنا. الكلمة الثانية كلمة، ودي معروفة بالنسبة لنا، أبو كاليبسز. سمعنا فين الكلمة دي؟ أبو كاليبسي، في ليلة أبو غلمسيس، وتعني سفر الرؤيا. أبو كاليبسي معناها حاجة إعلان، معناها ظهور، وده اللي قال عنه في سفر الرؤيا، إعلان رب المجد يسوع، إعلان يسوع المسيح لعبده يوحنا. ودي الكلمة الثانية اللي هي ذكرت فقط وتعني في سفر الرؤيا، ذكرت مرة واحدة اللي هي في سفر الرؤيا. يبقى 3 كلمات لما نجمعها، والقصد ان انا اردت ان انا اقول ان احنا هنشوف المسيح حياتي بشخصه، وان كان مخفي عن الانظار حاليا، ولكن حيسهر مره اخرى في مجيئه الثاني، وبالتالي يعلن لينا هذا المجد اللي اعده لاولاده القديسين واولاده اللي تمتعوا بهذا اللقاء معه. يبقى اذن ده ما سوف يحدث في مجيئه الثاني. طيب ايه الخبر السار اللي انت كنت عايز تقوله لينا يا ابونا؟ الخبر السار يا احبائي انه يقول كده في يوحنا 14:3، سوف اتي ايضا واخذكم الى حيث اكون انا، الى حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. سيد المسيح لما يتكلم عن مجيئه الثاني لم يتكلم لكي يخيفنا أو يرعبنا أحبائي، ولا تكلم لينا عشان نتعب من هذا المجيء،
بل متكلم لينا عشان ننتظر هذا المجيء. أحد الآباء تأمل في هذا الخبر وقال كده: إن كنا نحب أن نكون في حضرته الآن فسوف نبتهج عند رؤياه في مجيئه الثاني. وعندي تعليق على الحتة دي: إن كنا نحب أن نكون في حضرته الآن فإننا سنكون سوف نبتهج عند رؤياه في مجيء الثاني. مين مننا بيحب أنه يكون في حضرته الآن وإحنا على الأرض؟ مين مننا بيشتاق أنه يكون في حضرته؟ مين مننا بيسعى أنه يكون موجود في حضرته؟ خايف أقول كلام يزعل الناس، خايف أقول كلامي مرات بيكون صعب بيزعل الناس، سامحوني. كان في تضميخ أول امبارح للثلاثة رفات من القديسين، ده مثال. كم واحد كان حاضر معانا التضميخ؟ في ناس كانوا عارفين بس برضو نعم الجو كان وحش. ما أنا مقدر، ما أنا بقول يعني سامحوني إن أنا حقول، أنا أعرف وأقدر ظروف البعض، لكن هل الكل كان بهذه الصورة؟ طيب ما يوم السبت اللي فات كان الجو وصلت درجة الحرارة على ما أعتقد إلى 2 و1 و3، والناس سافرت 3 ساعات ونص، تم 4 ساعات كمان، ده أنا كنت ده نحنين يعني 3 ساعات ونص. طب ما الناس سافرت أشياء ترى عشان إيه؟ عشان كنيسة أبو سفين. طب ما احنا عندنا هنا رفات أبو سفين وكان عندنا القديسين، يا ترى الناس عملت إيه؟ القبله لا، ما هو اللي هنا يعني سمحوني ان انا بدخل في حاجات. انا عايز اقول ايه يا احبائي، القصد من الكلام، انا لا ادين انسان واعرف ان كل انسان عنده ظروف، لكن القصد هو ايه؟ هل نحب ان احنا نكون في حضرة المسيح اينما كان الوضع، ولا احنا مستعدين ان احنا نسافر لكن كنيسته هنا نجيها بس لمن يكون في حوافز، لمن يكون في حوافز، في حوافز ناجي الكنيسة، ما فيش حوافز ما فيش داعم. اشتياقاتنا لكلمة الله، اشتياقاتنا لوجودنا في حضرة الله، أم اشتياقاتنا فقط للحوافز اللي بناخدها من الكنيسة؟ علامة استفهام يا أحبائي. إن كنا نحب أن نكون في حضرته الآن فإننا سوف نبتهج عند رؤياه في مجيئه الثاني. يكمل هذا الآب التأمل يقول كده: إن كنا قبلناه كسيد ورب على حياتنا فسوف نتمنى مجيئه متوقعين كل هذه البركات اللي قال عنها: تعالوا إلي يا مباركي أبي رسل ملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. عشان كده أحبائي لما بيجي معلمنا بولس الرسول يقول كده: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. مين هم؟ السالكين ليس بحسب الجسد بل بحسب الروح. إذن هم منتظرين المكافأة، هم منتظرين كل هذه البركات. مجيء السيد المسيح كان هو الخبر السار في الكنيسة الأولى لآبائنا المسيحيين الأوائل، كان الخبر السار بالنسبة لهم. عارفين التحية كانت بتاعتهم إيه؟ ماران آثا، اللي هي مذكورة في رسالة معلمنا بولس الرسول كورنثوس الأولى إصحاح 16 وعدد 22. ماران آثا معناها إيه؟ معناها أمين تعالى أيها الآب، أمين تعالى أيها الرب يسوع. كما بالتالي كانت الكلمة بيستخدموها، البعض كان بيستخدموها كنوع من كلمة السر عشان يعرف انه ده مسيحي، وانه يعرف انه هو ده انسان يعني معاه في الايمان،
وبالتالي كانت هي الشعار بتاعة المسيحيين في الكنيسة الأولى. الله يقول كده إني آتي ثانية، وكان الناس يقولوا كده إيه، تعال أيها الرب يسوع، أمين تعال أيها الرب يسوع. ودي اللي مذكورة في سفر الرؤيا، آخر أصحاح في سفر الرؤيا يقول كده أمين تعال أيها الرب يسوع. سؤال يا أحبائي، ليه لازم يجي؟ انتهت الرحلة بتاعت حياة الإنسان على الأرض، بعد كده في إيه؟ في الدينونة، لابد أن يأتي. ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد كحسب عمله. معلمنا بولس الرسول يقول لتلميذه تيموساوس في تيموساوس الثانية 4:1، أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوتهم. المجيء الأول كان لأجل خلاصنا، المجيء جاء السيد المسيح في صورة فادي، إنما المجيء الثاني من أجل الدينونة العامة. عشان كده تكلم السيد المسيح. بعض الناس بيقولوا يعني معنى كده إنه ما فيش مجازاة بعد الموت مباشرة، الناس اللي بتموت احنا بنقول ما فيش مجازاة، لكن بيكون معرفة مصير. ازاي؟ نفوس الأبرار وأرواح الأبرار بتمشي إلى فين؟ إلى الفردوس، مكان انتظار الأبرار. نفوس الأشرار وأرواح الأشرار يحمينا ربنا بتمشي إلى فين؟ بتمشي إلى الجحيم، مكان انتظار الأشرار. لم تأتي المجازاة بعد، هيأتي المسيح في مجيئه الثاني وحينئذ يجازي كل واحد. على أي أساس يا رب حاسب الناس؟ على أي أساس يا رب حدين الناس؟ ده احنا بنقول عليك يا رب لأن إلهنا رحيم رؤوف طويل الأنا كثير الرحمة، لم يصنع معنا حسب خطايانا، لم يجازنا حسب آثامنا، كمثل ارتفاع السماوات عن الأرض، كبعد المشرق عن المغرب قويت رحمته على خائفيه. حدنا على أي أساس يا رب؟ ما هو يوم صعب، ويوم الحكم يوم صعب. يقول كده هأدين على حساب الحب، أدين على حساب الحب. لم يكن ولن يأتي في مجيء الثاني لكي ما يزل الأشرار، لن يأتي في مجيء الثاني للانتقام من الأشرار، ولكن يأتي لمجيء الثاني لأن حبه هيسهر على القلوب التي ملكت المسيح على حياتها وعلى قلوبها. عشان كده هيعامل الإنسان بحسب الحب الإلهي في حياته على الأرض. في علاقته مع المسيح كانت مجرد علاقة إجبارية، ولا علاقة فريضة وواجب، ولا كان نابع من الحب. كنت بتاجي الكنيسة لي عشان بحبك يا رب، كنت بتصلي لي عشان بحبك يا رب، كنت بتناول لي عشان بحبك يا رب، كنت بقرأ كلمتك لي عشان بحبك يا رب. هذا هو الحب اللي على أساسه حيعملنا المسيح. كنت بتخدم لي عشان بحبك يا رب، كنت بتعمل عمل رحمة لي عشان بحبك يا رب. وأي عمل وأي عبادة خالية من أي حب، سامحوني يا أحبائي، يقول عنها الكتاب المقدس إيه؟ يقول عنها الكتاب المقدس إيه في إنجيل معلمنا متى في العظة على الجبل؟ يقول إيه؟ هياخذ مكافأته إيه على الأرض؟ الله ليس بظالم، عملت حاجات كثيرة حلوة بس من غير الحب يكافئك على الأرض. إنما لو كانت عبادتنا خالية من هذا الحب، وخدمتنا خالية من هذا الحب، وأي عمل خالي من أي حب، يبقى إذن نحن لن نستطيع أن نتمتع بهذا الحب الإلهي في السماء. نقعد معاه إزاي في السماء
واحنا ما كانش بيننا وبينه اي علاقة حب على الارض. ازاي ده السماء في الحالة زي دي زي ما بيقول احد ابا تكون عبارة عن ايه؟ تكون عبارة عن سجن بالنسبة للانسان، مش مستحمل، مش متحمل انه هو يكون موجود مع السماء. عشان كده المحك يا احبائي هو مقدار محبتنا، لان الله محبة، وبالتالي من لا يحب زي ما قال القديس يوحنا في رسالته مش هيكون ليه اي شركة معه في السماء وفي مجيئه. عشان كده يا احبائي عايز اقول كل انسان مننا، اي عمل انت وبتعمله قول له يا ربي اعطيتني محبة ابدية، محبة ابدية احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمة، اسكب حبك في قلبي. معلمنا بولس الرسول قال عبارة عجيبة يا احبائي، لان محبة الله ايه؟ قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لينا. اذا محبة موجودة بس احنا عايشين بيها واحنا بنستخدمها، احنا متمتعين بيها، ولا هي مجرد محبة نعمة بس مدفونة من غير ما نعيش بيها ولا نتمتع بيها؟ طب مين اللي حيديننا؟ طب ده احنا عرفنا خلاص انك انت لابد انك انت حتاج يا رب وحديننا على اساس الحب. مين اللي حيديننا؟ اللي احبنا، مسيحنا اللي بذل ذاته على الصليب، هو نفسه الله الآب اللي تجسد. لأنه اعطى الآب لا يدين، انما اعطى الدينونة كلها لمين؟ للابن. ليه؟ لأنه لا يدين الإنسان الا انسان زيه، والمسيح هو الله المتجسد اللي أخذ شكل الإنسان وطبيعة الإنسان بغير خطية، وبهذا الجسد هو اللي ظهر به أو هو اللي أعلنه على الصليب عشان يقول للإنسان زي ما قال معلمنا بولس الرسول، لأننا نحن الأحياء لا نعيش لأنفسنا فيما بعد، لا نعيش فيما بعد لأنفسنا بل للذي مات لأجلنا وقام. عشان كده المسيح لما يجي على في الدينونة يقول كده ايه؟ هوذا قد ملك على خشبة. مسيح ملك على الصليب، ملك على ايه؟ على قلوب كل البشر؟ على قلوب كل العالم؟ لا، نفوس بسيطة هي اللي أعطته هذا الملك، نفوس بسيطة هي اللي لما تيجي تصلي وتقول كده أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك، يعني تعال واملك علينا يا رب. طب والذين لم يملك عليهم المسيح؟ يقول عنهم الكتاب المقدس عبارة صعبة في إنجيل معلمنا لوقا البشير أصحاح 19 وعدد 27، لما بتكلم السيد المسيح عن الوزنات، مثل الوزنات، وبعد ما وزع الوزنات وبعد ما جاء وحاسب الوزنات فقال كده في عدد 26، لأني أقول لكم أن كل من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. أما خلوا بالكم من العبارة دي صعبة شوية معلش، لكن فيها تحذير لينا. أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فائتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. هذا هو العدل الإلهي، هذا هو العدل الإلهي. كلمة صعبة ولكن يأتي لكي ما يدين الإنسان بالعدل. الآن هو لنا شفيع، الآن هو لنا مخلص، ولكن عندما يأتي في مجده يأتي كقاضي ديان. عشان كده فيما هو اشترانا بدمه، فيما هو أعطانا أن نحيا لملكوته، فيما هو سيجازي كل إنسان بحسب عمله. أختم بقصة أيها الأحباء،
عن زائر سائح مشى لإيطاليا ما يعني وكتب هذه القصة. زار حديقة في إيطاليا في غاية الروعة والجمال، مشى للبستان اللي كان بيرعى هذه الحديقة وقال له ليه كم سنة بتخدم وبتخلي بالك من الحديقة دي؟ قال له 25 سنة. قال له أنت صاحب الحديقة دي؟ قال له لا. قال له صاحب الحديقة دي جاك كم مرة في خلال 25 سنة دي؟ قال له 4 مرات بس. قال له آخر زيارة كانت إمتى؟ قال له من 12 سنة. قال له طيب أنت بتاخد التعليمات بتاعتك من فين؟ قال له من الوكيل بتاعه. الوكيل بتاعه ده فين؟ في ميلانو. أحبائنا من إيطاليا يعرفوا الحتت دي، في ميلانو. قال له الوكيل ده شفته؟ قال له أبدا. زارك هنا؟ قال له أبدا. قال له أنا عايز أسأل سؤال، 25 سنة ومن 12 سنة جاك صاحب الجنينة الحديقة والوكيل ما شفتوش خالص ولا حد من خلي باله من الحديقة، انت ازاي انك مخلي الحديقة بهذا الجمال؟ اكيد في سبب واحد. قال له اكيد انك انت منتظر بكرة هيجي صاحب الحديقة دي عشان يشوفها بهذا الجمال. قال له وانت الصادق؟ انا منتظر النهاردة. فهمتوا مغزى القصة؟ 12 سنة انا مش عارف هو هيجي امتى، انا مش منتظره بكرة ولا بعده، انا منتظره ايه؟ انا منتظره النهاردة، انا منتظره النهاردة. عشان كده كانت الحديقة ايه؟ في غاية الجمال وغاية الروعة. اينما يأتي وقتما يأتي سيجد حديقة قلب ايه؟ مزينة ليه ومستعدة ليك يا رب. قلبي مستعد ليك يا رب، حياتي مستعدة ليك يا رب. أينما تأتي وقت مجيئه، يأتي كلص ولا يبطئ الرب عن وعده، زي ما قال معلمنا بطرس الرسول، وده لقائنا الأسبوع الجاي أحبائي عن مجيء الثاني وإيه العلامات أو إيه الأحداث بتاعت المجيء الثاني، ناخد عنا فكرة، ده لقائنا الأسبوع الجاي. بس يأتي كلص، ومدام يأتي كلص كل واحد بيجي في آخر الليل إيه ويتربس على الأبواب ويخلي باله الأبواب مقفلة كويسة، يحسن يأتي إيه؟ يحسن يأتي لص ويكون لإيه؟ الإنسان غرقان في النوم وتايه في النوم. عشان كده يأتي كلص يوم الرب، يأتي إيه؟ يأتي كلص. أختم بقصة سريعة أيضا في هذا الأمر، وسامحوني معليش للتطويل، لكن ده مجيئه الثاني الاستعداد. الصورة الثانية أو القصة الثانية تتكلم عن هذا العدل الإلهي. أحد الأمراء كان قاضي في نفس الوقت، كان كل ما يمشي المحكمة يجيب صندوق صغير قدامه ويحطه على المنصة كده بتاعت القضاء، فبيسألوه ده إيه الصندوق ده؟ بيقول ده الصندوق اللي أنا هأدفن فيه، ده الصندوق اللي أنا هأندفن فيه. كل ما يجيب معاه الصندوق. ففي واحد في مرة من المرات سأله، قال له ليه بتجيب معاك الصندوق؟ أنت قاضي. قال له أنا قاضي وعشان أجي أحكم على إنسان كل ما قبل ما أنطق بالحكم أبص للصندوق ده وأقول ده الصندوق بتاع الدفن بتاعي، وأنا بعد الصندوق دي أنا هأحاسب أمام الله. إن حكمت على إنسان بالظلم فأنا سيحكم علي بظلم، هيحكم علي بالموت.
آسف مش بالظلم، هيحكم علي بالموت، ولكن إن أنا حكمت على إنسان بالعدل فإذا الله هنا حيجازيني بحسب عدله. وعشان كده قال واضع أمامي باستمرار أن لا أظلم إنسانا في حياتي ولا أحكم على إنسان بالظلم. وإحنا نفس الحكاية أحبائي، محتاجين يوم ما منتظرين مجيئه ويحكم على كل إنسان بالعدل، محتاجين أن لا نظلم إنسان في حياتنا، محتاجين أن نحيا في سلام، محتاجين أن نحيا في قوة، محتاجين في نحيا في محبة مع بعض، محتاجين أن نحيا باستعداد لهذا المجيء الثاني، محتاجين أن ننتظر مجيئه أينما يأتي. الله يعطينا يا أحبائي من خلال هذه الرسالة اليوم، منتظرين مجيئك يا رب. اوعى تكون مشغول، عالمنا فاني حيزول، لكن يا رب احنا فرحنا بيك، احنا هنانا بيك، هنانا بوعدك الثاني، منتظرين هذه الأخبار السارة، منتظرين أن تأتي وتتمم وتحقق وعدك، حيثما تكون أنت نكون نحن أيضا معك. ليعطي الله يا أحبائي كل إنسان حسب سؤل قلبه، حسب اشتياقات قلبه، حسب استعداد قلبه، حسب حب الإلهي الذي يسكن ويملك به على قلوبنا، فيكون لنا هذا النصيب الصالح الذي لم ولن ينزع مننا إلى الأبد. لإلهنا كل مجد وكرامة والسجود من الآن وإلى الأبد، آمين. تفضل نصلي. أشكر كل حين إلهنا الأمين، من أنعم بالفداء من أنعم داء سمين. هللويا يا ناس جودوا لي اسم المسيح.
المسيح العظيم نسجد لاسم المسيح العظيم. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نسبحك ونمجدك ونعظمك إلهنا القدوس ملك الملوك ورب الأرباب حبيبنا يسوع، يا من أعطيتنا أن يكون لنا هذا المكان الذي أعددته للذين يحبون اسمك القدوس، ليس من أجل أي بر ولا صلاح فعلناه، ولكن من أجل محبتك الأبدية التي أحببتنا بها يا رب فأدمت لنا الرحمة، من أجل حبك الإلهي الذي سكبته على قلوبنا يا رب، من أجل كل نعمة وكل بركة أعطيتها لينا يا رب. يا رب بنرفع قلوبنا اليوم ليكون يا رب عند سماعنا لمجيئك الثاني لا نكون يا رب في خوف ولا نكون يا رب في غفلة، ولكن نكون يا رب في يقظة ونكون يا رب في اشتياق. ليت قلوبنا تنطق كما قال معلمنا بولس الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح فذاك أفضل جدا. ليت قلوبنا تتعلق بهذا المجد السماوي فنرفض كل ما هو للأرضيات وكل ما هو للعالم يا رب. ليتك تعطينا اليوم يا رب استنارة حقيقية وإدراك لمجدك ومجيئك الثاني المرهوب. نعلم أنك تأتي لتدين العالم، ولكن ما زلنا نصرخ إليك ونقول لك يا رب ارحمنا كعظيم رحمتك، ولا تنظر إلى خطايانا يا رب، بل انظر إلى محبتك ورحمتك اللي أعلنتها لينا على عود الصليب. نعلم أنك تأتي ملك ديان عادل، ولكن كما نقول يا رب ونصلي: من من البشر يستطيع الوقوف أمامك يا رب؟ مين مننا يستطيع يا ربي أن يبرر ذاته أمامك بأعمالنا؟ ليس لنا خلاص، ولكن بنعمتك وقوة روحك القدوس تعطينا أن نكمل كل عمل لمجد اسمك القدوس يا رب. ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لاسمك نريد أن نعطي مجدا يا رب. ليس فينا أي شيء صالح كما قال معلمنا بولس الرسول: لا يسكن في جسدي شيء صالح. من ينقذنا من جسد هذا الموت؟ ويحي أنا الإنسان الشقي. لكن شكرا ليك يا رب، شكرا ليك يا رب لأنك بتجسدك وفدائك أقمتنا معك مرة أخرى وأصعدتنا إلى السماويات وأجلستنا معك في السماويات يا رب. شكرا ليك يا رب من أجل هذه الحب الإلهي، الحب اللانهائي، الحب العجيب الذي لا ينطق به يا رب، أحببتنا به إلى الأبد لأنك أنت حب يا رب. ولا يوجي يوصف ليك يا رب أعظم من هذه الكلمة: الله محبة. عشان كده يا رب الدين أن احنا نحيا حياتنا على الأرض بهذا الحب لشخصك ولكل البشر يا رب. احفظنا في نعمتك ورضاك، قدسنا في حقك يا سيدنا، سامحنا واغفر لينا كل خطايانا، واجعلنا مستعدين لهذا اليوم المرهوب قائلين: أمين تعالى أيها الرب يسوع. لأجل خاطر دمك الذي سفكته لأجلنا على عود الصليب وبشفاعة أم النور القديسة الطاهرة عذراء مريم قديس العظيم الأنبا أبراهام وكل مصافي قديسي، اجعلنا مستحقين أن نناديك بدالة البنين قائلين بشكر: أبانا الذي في السماوات
يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، وسلام الرب يكون معكم جميعا.